بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ، السلام عليكم. نستكمل سلسلة التمارينات الخاصة بالمثلثات القائمة والدوائر المحيطة بها. كنا شفنا التمرين في الفيديو في الجزء الثاني من هذه التمارينات، التمرين الخاص ب هذا الشكل. اليوم نشوفه تمرين مماثل له، التمرين رقم 5. اللي ما طلعش على التمرين رقم 4 ماذا به، يرجع للتمارينات في الجزء الثاني من المثلثات القائمة والدوائر المحيطة بها. تابع تمرين 5 ماذا يقول؟ ارسم مستطيلا ABCD. ما هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ وبرر انتماء D إلى الدائرة السابقة. إذا نرسمه، أنا ما عطانيش أطوال، ما عطانيش أطوال بالنسبة للمستطيل ABCD. إذا راح نرسم مستطيل كيفي، يعني بدون هكذا، نرسم مستطيل كيفي ABCD هكذا. ونحاولوا نبرهن فقط ABCD. إذن هذا المستطيل، هنا نرسم هنا AB ثم نحتاج زوايا قائمة مثلا. هنا نأخذ كذا، هنا أيضا نحتاج زاوية قائمة. هنا نرسم المستطيل. ABCD. السؤال، ما هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ المثلث ABC. هذا هو المثلث ABC. إذن ما هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ كما قلت لكم الاولاد، دائما تجيب تستحضر الخواص اللي تخص الدرس نتاعك. ها مادام هنا عندك مستطيل، ها رايحين نشوفوا اولا تتعرف على الدرس تاعك، باسكو حتى التلاميذ كي تقول له الدرس راك فيه وين راهو ما يعرفوش، راك في الدرس هذا، ها المثلث القائم والدائره. دوك شوف الخواص، ها الخواص اللي عندنا إضافة إلى الخواص اللي قريناهم في السابق. هذه الخواص الجديدة. مادام أنا يتكلم لك على دائرة خاصة بمثلث، إذا كان المثلث قائما فإن وتره هو قطر للدائرة المحيطة به. إذا كان المثلث قائما فإن وتره هو قطر للدائرة المحيطة به. هنا واش يقول؟ يقول لك هنا عندك، مادام عندك مستطيل راك عندك 4 زوايا قائمة، هنا وهنا وهنا وهنا، هنا 4 زوايا قائمة. المثلث ABC هو مثلث قائم في B هكذاك. إذا المثلث ABC قائم في
في ب، ووتره اما هو الوتر تاعه هو المقابل، ضلع المقابل للزاويه الاساسيه، للزاويه القائمه 90 درجه هنا. اذا وتره هو الضلع AC. مادام مترو هو الضلع AC، بمعنى ان هذا الوتر هو قطر الدائره المحيطه به. اذا نقول الخاصيه، نذكر الخاصيه، نذكرها ونكتبها، نكتب الخاصيه. اذا كان مثلث قائما فإن وتره هو قطر للدائرة المحيطة به. هذه الخاصية. إذن الوتر AC هو قطر الدائرة المحيطة بالمثلث القائم ABC. خلاص، هو وتر للمثلث القائم. القطر هو القطر، الوتر نتاع ABC هو ماذا؟ هو قطر الدائرة المحيطة بالمثلث القائم ABC. سيبو. الآن نتساءل، نقول ما هو مركز هذه، ما هو مركز هذه الدائرة، ما هو مركز هذه الدائرة؟ عرفنا باللي AC هو قطرها، مركزها ما هو؟ إذن مركزها AC هو قطر الدائرة المحيطة بالمثلث، مركزها هو منتصف، منتصف ماذا؟ منتصف AC. إذا كان AC هو القطر، إذا منتصفها هو منتصف AC، هو مركز الدائرة منتصف AC. كيف نعرف منتصف AC؟ كيف نجيب هنا منتصف AC؟ كيف نعرفه؟ إذا نعرف ولا نعلم أن، نعلم أن، نعلم أن ماذا؟ نعلم أن قطري المستطيل أما هما، نعلم أن قطري المستطيل، تبعني مليح، نعلم أن قطري المستطيل ما أما هما؟ قطري المستطيل ABCD سميوه، هما وين هم قطري المستطيل؟ هما AC و BD. هذو من خصائص الرباعيات الخاصة اللي تعلمناها من قبل. عندنا الرباعيات الخاصة، شفنا المتوازي الأضلاع، وشفنا المعين المستطيل في المربع. هذو كل هما الرباعيات الخاصة، وقلنا كل الرباعيات الخاصة عندها قطرين. ما هما القطرين؟ هما قطع مستقيمة التي تربط بين قمتين غير متتاليتين، كما قمة دي، قمة بي، قمة سي، قمة ا. إذن القطران تاع المستطيل ABCD هما AC و BD، عندهم خصائص. نعلم أن قطري ABCD هما وهما متناصفان ومتساويان. يعني القطرين هذوما عندك في الطول هكذا AB، عفوا AC يساوي BD من حيث الطول، ومتناصفان. ما معنى انهما متناصفان؟ طب قلت متناصفان ما معناه؟ شافني
هما متساويان متناصفان. حب يقول الطول نتاع اسي يساوي الطول تاع بي دي، لكن في نفس الوقت هما يتقاطعان في نقطة اي، هذا النقطة اي هذه نقطة تقاطع قطري المستطيل، هي منتصف لكلا القطرين، هي منتصف بي دي ومنتصف اسي، اذا متناصفان ومتساويان. هكذا النقطة اي نقطة تقاطع والالتقاء القطرين للمستطيل هي مادام هي منتصف اسي ومنتصف بي دي، داكور؟ اذا اي هي ماذا؟ هي منتصف اسي وهي مركز، هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم ABC. علاه؟ لان احنا نعلم باللي، شوف مليح، عرفنا باللي مادام هذا ABC مثلث قائم في B، فالدائرة المحيطة به ماذا؟ قطرها هو وتر، وتر ABC، وتر ABC هو AC، هو الظل الذي يقابل الزاوية القائمة، يقابلها. إذن الوتر تاع القطر تاع الدائرة هو وتر ABC هو AC. الآن نبحثوا عن منتصف AC باش نحطوا مركز الدائرة، نبحثوا عن المنتصف. المنتصف نتاع AC هو نقطة التقاء قطري المستطيل. لماذا؟ لأن قطري المستطيل متناصف متساويان ومتناصفان، يعني متساويان من حيث الطول ويتقاطعوا في النصف، يعني نقطة الالتقاء نتاعهم هي عبارة عن منتصف لكليهما، هي منتصف AC وفي نفس الوقت هي منتصف BD. هكذاك النقطة هي نقطة تقاطع القطرين، ومادام متناصفان، داكور، مادام متناصفان فهي منتصف لكل منهما، وهي منتصف بالخصوص إلى لأسي، ومادام أسي هو قطر الدائرة فإي هو مركزها. هكذاك صح النقطة اي، اذا هي قالك ما هو مركز الدائرة؟ قلنا النقطة اي هي نقطة تقاطع القطرين المستطيل، وهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم ABC. حسن، السؤال الاخر ماذا يقول؟ برر انتماء دي الى الدائرة السابقة. برر انتماء دي الى الدائرة السابقة، دي هل ينتمي الى الدائرة السابقة؟ هناك طريقتين، اسهلها ان نقول، اسهلها اذا باش نبرنو دي هل تنتمي الى الدائرة مثلا التي نحن بصددها، هل تنتمي الى الدائرة؟ هل تنتمي دي الى الدائرة؟ عندنا مادام قلنا انه اي نقطة تقاطع قطري المستطيل، واش عندنا؟ عندنا اي دي، واش يساوي؟ اي دي يساوي اي بي، اي دي يساوي اي بي، هما في الحقيقة كاع متساويين، عندي اي دي يساوي اي بي. لماذا؟ لأنه اي هو منتصف بي دي، وفي نفس الوقت مادام ا سي يساويهم فا اي دي يساوي اي بي يساوي اي سي يساوي اي ا. حنا واش يهمنا؟ يهمنا كي نقول اي دي يساوي اي بي، ما معنى؟ معنى نقول بلي اذا هكذاك اي دي يساوي اي بي يساوي اي ا يساوي اي سي، اي دي
تساوي اي بي تساوي اي ا تساوي اي سي. مادام اي دي تساوي اي ا وتساوي اي سي فهي تنتمي الى الدائرة التي تحتوي ا و سي. دي كنا نشوفو فيها دوك. اذا دي تنتمي الى الدائرة التي قطرها AC. لماذا عنده؟ أي نقطة في الدائرة التي قطرها AC راح يكون الإي من المركز تاعها كل نقطة عندها على نفس التساوي من إي من نفس المسافة من إي كيما إي سي كيما إي أ هي نصف القطر. مادام إي دي تساوي إي أ تساوي إي سي إذن فهي تنتمي للدائرة التي قطرها AC ومركزها اي. هكذا الاولاد هذه. والا كانت عندك طريقه اخرى واش تقول؟ نفس الشيء تقول عندي المثلث. تبع مليه المثلث والله. شوف التمرين كان من قبل. عندي المثلث ACD راهو قائم في دي. ACD راهو قائم في دي لان يعني عنده مستطيل. ونفس الشيء كيما خدمنا المثلث اللي قبله. ونقول من بعد نقول الدائره المحيطه بالمثلث القائم ADC هي الدائره التي قطرها وتر ADC يعني وترها قطرها هو AC. مادام ADC قائم AC هي الوتر نتاعو وقائم في دي وتره AC. الدائرة المحيطة به هي الدائرة التي قطرها AC. مركزها أين؟ هو منتصف القطر AC يعني E. هذه خصائص قطر المستطيل. داكور. إذن دي تنتمي إلى الدائرة التي قطرها AC ومركزها E. وبالتالي فهي تنتمي إلى نفس الدائرة السابقة والتي تحيط بالمثلث القائم ABC. هذا وانتهى التمرين والسلام عليكم.